أعزائي المشاهدين، سنتحول مع تقرير فيه سوق الأطعمة والمشروبات الفاخرة اللي هي مصدر كبير للدخل في منطقة الشرق الأوسط. هذا ما كشفته فعاليات المهرجان العالمي للمأكولات الفاخرة والذي استضافته مدينة دبي. خلينا إذن نتابع سوا أجواء فن التذوق في هذا الحدث الهام. شعار استمتعوا بطعم اللقاء اختتمت فعاليات المهرجان العالمي للمأكولات الفاخرة، الحدث المتخصص بأطعمة الذواقة والطعام الراقي في الشرق الأوسط والتي استضافتها مدينة دبي. It has a really good energy. People, I've just walked down one of the paths here and seen somebody taking honey and mixing it with cheese and then taking some bread. So we've got, we've got a baker, we've got cheese maker and a honey maker, and everybody's working together and sort of, and that's the most important thing about the festival is that communication. We want people to come, speak to the farmer, speak to the chef, speak to the supplier. You know, we're on a 360, get involved in every aspect. I think more and more people are asking about their food. Where does it come from? How is it sourced? That's what we're focusing on at the festival. كما ضم المعرض أغلى أنواع العسل في العالم وبالذات عسل السدر اليمني والذي يعرف بأنه عالي الجودة عالميا. بشكل عام الخليجيين والعرب يحبوا العسل اليمني السدر الدوعاني، وما شاء الله هو من أفضل وأحسن عسل بالعالم، والحمد لله في هذا المعرض عرفنا العسل اليمني للأجانب، وهم لأنه ما كانش عندهم فكرة كيف الطعم والذوق العسل اليمني، واعطيناهم هذه الفرصة، ما شاء الله يعجبهم جدا، طبيعي 100%، ما حد يسخنه على طول من المزرعة إلى البطلز حقنا الحمد لله بفضل الله، سو ما فيش أي كيميكلز، ما فيش أي سكر، أغلب الخليجيين يقول السدر يمني أكيد في شوية عسل، في سكر ولا في هذا 100% نشرف على المزارع، نعرف الناس الحمد لله بفضل الله، وعندنا دكاترة بيجوا بيختبروا العسل، وكمان نودي لألمانيا يشوفوا الكونتنت السكر كونتنت، بتعرفوا ان هذا طبيعي 100% بدون اي ارتفيشال حاجات فيه. جمع هذا المهرجان الحرفيين العاملين في انتاج الطعام والمشروبات ومكونات الطعام الراقي اللازمة لتلبية طلب المتزايد من قطاع الضيافة والأغذية في الشرق الأوسط، وتم إطلاق أول علامة إماراتية متخصصة في بيع حليب الأبقار العضوي المستحصل من ماشية تأكل الحشيش الخالي من المواد الصناعية. أنا بديت الأورجانيك من 3 سنين تقريباً، يوم حرمتي حملت فكرت بنتي شو بتاكل، تعرفين الاوضاع كيف الحين، كلها كيميكال وكيماويات وانتي بايوتيك وهرمون. الحمد لله البارحة احنا سوينا لونش الحليب اورجاني ليشز فريش لوكال ميلك. انا ما كنت سمعت في الخليج في اورجانيك ميلك، اظني نحن اول ناس باشرنا بهذا الموضوع. كذلك الحليب يكون عضوي، بما معناه ان البقره ما تلاقي اي انتي بايوتيك اي هرمون اي اشياء اضافيه في الاكل، تاكل الاشياء الطبيعيه من المزرعه نفسها. تاتي فخامه هذه الاطعمه من سعرها الذي يزيد اضعافا كثيره مقارنه بمثيلتها في الاسواق، والأهم من ذلك كونها غير متاحة في الأسواق سوى من خلال عدد محدود من الموردين وعملائهم من الفنادق وعدد من الشخصيات الخاصة جداً. استمتعوا بطعم اللقاء، هذا هو شعار المهرجان الذي يحمل معنى التذوق للتعرف على ثقافة الشعوب من خلال الطعام الذي يقدمه المحترفون المميزون في العالم. وطبعا كثير يمكن شفنا من خلال التقرير الكثير من الشركات اللي تعرض موضوع
الغذاء العضوي والذي يعتمد على من الأغذية الأورجانيك، الأغذية الخالية من الكيماويات. صحيح. وطبعا أصبحت هذه يمكن ظاهرة كبيرة أنا لاحظتها في أوروبا، الكثير من المحلات اللي تهتم بالغذاء الأورجانيك أو العضوي، وفي هناك إقبال شديد. يمكن نحن في الوطن العربي الإقبال مش مثل ما هو موجود في الغرب، ولكن أنا لاحظت أن كثير من المحلات بدأت تفتح وأيضا هناك في السوبر ماركت في المحلات موجود ركن خاص بالغذاء العضوي. صحيح، مع أنه أغلى. نعم. وهيك بس طبعا أغلى. جدا نافع للصحة. ولما كان بيوتنا زمان لما بيعملوا كل واحد بيزرع في حقل البيت شو عنده لازم يأكل بالسلطة، هيك كان أورجانيك، كان هيدا بالبيت بنزرع وما بنحط مبيدات وحشريات. بس للأسف اليوم طبعا عم نجيب الخضرة من وين ما كان، هناك مواد يمكن مسرطنة للأسف كتير الشديد نحن مش حاسين فيها، لكن على المدى البعيد بالتغذية عن طريق هذه المأكولات ممكن تؤدي إلى السرطان والعيا، يعني الله يبعد عنكم. صحيح. الأمراض إن شاء الله. وطبعا الحلو انه احنا تعرفنا على اهم انواع وافخم انواع العسل، واليوم حكينا كثير عن العسل مع خبير الاعشاب، خصوصيه هالعسل قديش نافع للجسم. صح. وطبعا غير انواع الاغذيه اللي ايضا شفنا انواعها في هالمهرجان تحت مظلته. اذا خلينا نبقى الان مع فاصل قصير ونعود حتى نبقى مع فقره توب 10، وتوب 10 كثير غير شكل هالمره مع روني راح تكون، فانتظرونا.